ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to E-Alam Institute. I'm teacher Nasreen. Hello, Arif. How are you? This is your plan. In this month, inshallah, we will revise from Surah Al-Qadr to Surah An-Nas, inshallah, and revise Surah Al-Alaq, At-Teen, Al-Duha, Al-Sharh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wad-Duha, wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. Okay. Thank you. عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.